مشاهدينا الكرام، نرحب بكم مرة تانية. لقائنا المتجدد مع فقرة الصحافة ومتابعة ورصد لأبرز ما جاء في الصحف اللي صدرت صباح اليوم بالرؤية والرأي والتحليل. ومعانا في هذه الفقرة الأستاذ أيمن فاروق، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. أستاذ أيمن، صباح الخير. برحمة صباح الخير يا فندم. خلينا نبدأ من جريدة الأهرام واحتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، وبالتأكيد معظم الصحف عنوانها الأول جاء بخصوص زيارة السيسي للكاتدرائية وذلك يعني عشية عيد الميلاد، لحظة ذهبية في تاريخ مصر. جريدة الأهرام ذكرت لحظة ذهبية في تاريخ مصر توادرس والقوى السياسية، زيارة السيسي للكاتدرائية أسعدت الشعب كله. دائما تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي مناسبة بالتأكيد بفرح المصريين، لكن خصوصية هذه المناسبة والتواجد في الكاتدرائية مساء عيد الميلاد. في الحقيقة طبعا هو كل سنة وكل مصر طيبة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وخاصة مسيحيين مصر ومسلمين مصر اللي هم كلنا أقباط مصريين. عايز أقول بس أن زيارة الرئيس السيسي كانت بتؤكد فكرة النسيج الواحد للشعب المصري، ودي للعام الثاني على التوالي كان سيادة الرئيس بيتواجد في الاحتفال في الكاتدرائية بعد غياب طويل جدا لرؤساء مصر لحضور مثل هذه المناسبة. أيضا كان في مشهد قوي جدا، وأعتقد هو ده اللي فرحنا كلنا، الاحتفاء الكبير قوي للحاضرين موجودين كانوا في الكاتدرائية، وكان الكل لا يتوقع زيارة تانية للرئيس السيسي. وأنا شايف أنه كان مشهد من مشاهد الاستفتاء على شعبية هذا الرئيس المنتخب الذي جاء في فترة مهمة جدا في تاريخ مصر، وفي أصوات دلوقتي يعني نكرات كتيرة جدا بيحاولوا ينالوا من هذه الشعبية وبيتهموا وبيقولوا في تراجع لشعبية الرئيس السيسي. من يقول ذلك عليه كان بمشاهدة هذا المشهد، وعليه مشاهدة الرئيس السيسي في أي محفل شعبي سواء كان للسياسيين لشباب جامعيين في مناسبات دينية وما إلى ذلك. أيضا الرئيس السيسي رسخ بهذه الزيارة نموذج لابد أن يحتذى به في معظم الدول العربية. في دلوقتي رؤساء وملوك الدول العربية ابتدوا يفكروا في الفئات الموجودة من المواطنين لديهم في دولهم غير المسلمين، لابد أن يتم التعانق والتجانس بين المواطنين، ما فيش حاجة اسمها اختلاف. هو الحقيقة كمان حديث الرئيس داخل الكاتدرائية حديث من القلب وبيصل سريعا إلى قلوب ليس فقط المسيحيين لكن المصريين كلهم. وكمان كان في يعني تصريحات للبابا ذكر فيها أن هذه الزيارة هي مفتاح لبناء مصر الجديد. ده صحيح طبعا، وهو كمان دعوة الرئيس السيسي دايما للشعب المصري ان هو نكون صف واحد، نقف نقبل الصعاب، نقبل التحديات من اجل ان احنا بناء هذا الوطن، لان ده وطننا كلنا، ليس وطن المسلمين فقط ولا وطن المسيحيين فقط، ولا يجب التصنيف بين مسلم ومسيحي. واعتقد هو دي سياسة الدولة المصرية حاليا، وهي عدم التفرقة لا في جنس ولا في شكل ولا في دين ولا في رياضة ولا في مستوى اقتصادي. كلنا لابد ان نعمل، كلنا بنشجع رياضة، كلنا نلعب رياضة، كلنا اللي عايز يروح المسجد عايز يروح الكنيسة. علاقة المواطن بربه دي علاقة سامية جدا، لابد أن لا تتدخل فيها بشكل قوي. لازم بقى الأصوات اللي بتتكلم في شوية في الدين وبعد كده يخرج من الرسالة الدينية للاعتراض أو نقد دين آخر، ده مش صحيح. اللي عايز يشكك في ديانة معينة لازم ياخد منبر غير المنبر المصري خالص. احنا ناس مسلمين، ناس مسيحيين، كل واحد مقتنع بدينه بيمارس الطقوس الدينية بتاعته كيفما يشاء وحسب ما هو شايف دينه عامل ازاي. ما تجيش انت بقى تشككني في ديني، ما تجيش تشككني في احاديث، ما تجيش تشككني في رسالة مسيحية. خلي كل شيء ما هو موجود دون التشكيك. اللي عايز يتعلم في سبل كتيرة جدا للتعلم، ممكن يروح مساجد، ممكن يروح مدارس متخصصة في التعليم، ممكن يروح مدارس فكرية، مجالس علم. اللي عايز يتبحر ده اجتهاد شخصي، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى في الإسلام والمسيحية قال عليه من يريد أن يجتهد في دينه فعليه اللي هو التوجه والتعمق في الدين. لكن المنابر الإعلامية لما تتحول إلى منابر دينية ده خطأ، لما المنابر الإعلامية تتحول إلى منابر سياسية أيضا ده خطأ. وشفنا من فترة كبيرة جدا، وأنا أعتقد أن ده هيكون اتجاه الدولة في الفترة القادمة، وهو تحول المنابر الإعلامية
الى منابر رياضيه بتشحن نفوس المشجعين، فلان دلوقتي الجمهور الاهلي بيكره جمهور الزمالك، جمهور الزمالك بيكره جمهور الاهلي. يعني هو لابد المنابر الدنيا تكون الان سبيل لتحقيق وحده الوطن والحث على العمل والعمل بمبادئ الاديان المختلفه. هو رئيس الدوله قال رساله واضحه جدا، احنا مصريين كلنا كل واحد له ما له وعليه ما عليه، ما نفكرش كتير بقى، بس ما حدش يحاول يفرق بين المصريين. نعم. مصريين شيء واحد وصف واحد ان شاء الله. نتحول لجريدة الأخبار. أيضا الرئيس السيسي هذه المرة يلتقي بالشباب غدا ويطلق بنك المعرفة. لقاء الرئيس السيسي بالشباب المصري، ويعني هذه الخطوة الخاصة ببنك المعرفة، كيف ترى هذه اللقاءات وحرصه على وجود برنامج رئاسي لتأهيل الشباب تم من خلاله اختيار عدد كبير من الشباب المصري الواعد ليشارك في الحياة السياسية مستقبلا؟ أعتقد أن ده مش أول لقاء للرئيس السيسي بفصيل من الشباب، كان في فصيل إعلاميين، كان في فصيل الشباب الجامعي، وأيضا دلوقتي بنك المعرفة ومجموعة من الراضيين. وهو ده اللي احنا بنقول عليه اتجاه الدولة في رعاية الشباب. أعتقد أن دي مجموعات من الشباب، برنامج كبير جدا مؤسسة الرئاسة شغال عليه، وهو القيادة السياسية وتنمية مهارات الشباب في أنهم يكونوا قيادات سياسية. هو ده الفرصة الحقيقية اللي ممكن الشباب ياخدها. أعتقد أنه بعد هذه اللقاءات هيبتدي الدولة تنفتح بشكل كبير جدا في التعاون مع الشباب، وده اللي احنا شفناه برضو في بعض الوزارات في تعيين عدد من الشباب كمساعدين للوزراء، وأيضا تأهلهم للمشاركة في أجهزة المحليات، ودي هتكون خطوة تحدي كبيرة جدا، وأعتقد أن الدولة بتستعد لها بشكل كبير من دلوقتي، وهو ظهور كوادر شبابية فيما يخص الانتخابات المحلية. لأن هو الحقيقة البداية كانت برضه من مجلس الشعب، يعني وجود عناصر شابة كثيرة يعني خلق نوع من أنواع التفاؤل بالنسبة للشباب المصري، أن هناك من سيمثلهم في البرلمان، لديهم أمل أيضا في أن يكون لهم دور في الحياة السياسية بشكل أو بآخر، سواء أصغر خلال المحليات أو أحزاب. الشباب زي ما حضرتك قلت في البرلمان 28 سنة، يعني فده مقبل على حياة سياسية برلمانية في عمر مبكر جدا. هيكون عندنا بعد 10 سنين نماذج يحتذى بها في البرلمان، يكون عندهم نوع من انواع الخبره، يعني خبره شبابيه كمان، لما يكون عد لسه في 40 سنه وهو بقاله 10 سنين في البرلمان. وايضا القانون اللي الدوله شرعته ان هو مساعدين اعضاء البرلمان، لكل عضو في البرلمان حاليا اختياره لاثنين مساعدين ممكن يكونوا من الشباب، بحيث ان هو يشاركوه في الدائره الانتخابيه بتاعته وفي التواصل ما بينه وما بين المواطنين، وده ايضا هيجعل لنا رافد كبير جدا للشباب في مشاركه الحياه السياسيه. ونقطه بنك المعرفه، يعني المفروض من المفترض يكون في بنك خاص بالمعرفه العلميه بتقدم للشباب بشكل مجاني، يعني هذا ما يطمح اليه الرئيس من خلال احنا في قصه بنك المعرفه دي خطوه كانت متاخره عندنا كتير جدا، واعتقد انها هتكون خطوه متوازي معاها، لازم ان احنا نقدر نعمل قانون لتداول المعلومات بشكل صحيح عشان يبقى في حريه تناول معلومات للشباب والطلبه اللي جايين. ده كمان هيكون مرتبط بمناهج التعليم، لازم يتم تطوير مناهج التعليم بشكل كافي بعد ما يتم توفير بنك المعرفة، عشان يحصل تواصل ما بين الطلبة وبين بنك المعرفة، بدل ما الطالب دلوقتي بيدرس كمية مناهج كبيرة جدا ومعلومات كتيرة جدا ولا يستخدمها في حياته العملية ولا حتى في حياته الدراسية. احنا هنتحول لجريدة الوطن، لكن بعد ان نتوقف والحرمان من المعاش عقوبة تعاطي المخدرات ومصادر تحليل عينات عشوائية من العاملين. الخطة تأتي ربما في اطار اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة، خطوة مبدئية فكرة اجراء عين تحاليل عشوائية لبعض الموظفين لاثبات ادمانهم من عدمه، وخبراء القانون يقولوا ان هذا امر جائز قانون. كيف ترى هذه الخطوة كبداية؟ لا، هو خبراء القانون هيقولوا ده أمر جائز، ده أمر متأخر مش جائز، بس الأمر ده بيطبق في جميع المصالح الكبيرة والشركات الكبيرة الخاصة. مفهوم كمان استخدام حق الموظف في العمل، ان هو انت من حقك ان انت تتعامل، بس لازم يكون ليك فترة محددة بتشتغل فيها، تكلفات ومهام معينة اللي انت تشتغل فيها. احنا شايفين في قصور كبير جدا، والكل يلاحظ ده، في قصور كبير جدا في الجهاز الاداري الحكومي. وظيفة الحكومة دلوقتي بقت مجرد ان هي حاجة دي بتجيب دخل ثابت، وبعد كده نشوف شغلانة تانية برة لتنمية الدخل. ده من حق اي مواطن ان هو ينمي دخله، لكن في المقام الاول ان انا لما اشتغل حاجه لازم ادي فيها. الالتزام بالوقت، لو شفنا العمل الخاص
قد ايه بيلتزموا بالوقت. يعني حتى في الدول العربية عندهم الموضوع بتاع الدوام ده قصة، لو حكومة او قطاع خاص الدوام ده شيء ثابت جدا اللي هي فترة العمل. احنا عندنا فترة العمل دي بنخترقها بشكل كبير جدا، عدد ساعات العمل اللي بيقوم بها موظف الحكومة بالضبط كده. بس عشان ما نروحش بعيد، فموضوع تعاطي المخدرات ده شيء الدولة بتكافح المخدرات بقالها فترة جدا وتجار المخدرات، لكن كان في رافض تاني وهو محاربة متعاطي هذه المواد المخدرة ومروجي هذه المواد المخدرة. في البيع والإتجار والاحتساء في الشارع ده دور الأمن، والأمن عنده تحدي كبير جدا فيها، وأعتقد أنه بيحقق نجاحات كبيرة فيها. لكن في الجهاز الإداري غير مفهوم غير مقبول أيضا أن حضرتك تترددي على مصلحة حكومية، أو أي حد من المواطنين يتردد على مصلحة حكومية فيكون هذا الموظف مدمن أو متعاطي المواد المخدرة. طبعا ده بيعمل مشاكل كتير جدا، بيعمل قصور في العمل، فدي خطوة جيدة وأعتقد أنها هتعمل التزام قوي بالذات لما يكون فيها رادع. وأهم من كل شيء إن إحنا نقضي تماما على مبدأ مفهوم الوساطة أو التدخل الخارجي في تطبيق هذا القانون. لو ده هيتم على الناس كلها بشكل كبير، ممكن يبدأوا بعينات عشوائية، ولكن لابد أن يكون هناك كشف دوري بعد كده يكون موجود على حساب هذه المصالح الحكومية لجميع العاملين، عشان ما نضعش الفكرة البناءة من هذا القانون في وجود بقى طب انت النهارده انت بكره هيعملوا عليك كشف. يعني نوع من انواع التحقير او التشكيك في الموظفين ده هيكون غير مقبول، وده اعتقد هيعمل مشكله في هذا القانون. لازم يكون كشف دوري زي ما بنعمل كده كشف في بدايه التعيين. الكشف ده كمان لازم يتم يعني وما يكونش بشكل صوري، لان للاسف مراجعته يعني شويه يعني احنا بنشوف حاجات يعني صورية، وفي بعض الاحيان البعض لا يذهب للكشف من الاساس. ده يعني بتخلص باساليب نتمنى ان هو يتم وقف هذا الاسلوب في مصر في جميع المصالح الحكوميه في التعيينات. لان لو احنا شفناها في شركات التامين، لو شفناها في التامين وشهادات اللي هي الادخار اللي موجوده في المصالح الحكوميه اللي بتدفعها شركات خاصه، ده بيكون كشف طبي يعني زي كشف الطب العسكري كده. طب ليه ما يحصلش ده مع المعينين؟ عشان حتى ان انا ادي الفرصه للموظف ان هو لما يدخل يبقى عارف فعلا هو عنده امراض ايه، اقدر استخدمه صح. بس دي هتدخلنا في سلسله من الاجراءات اللي هو لابد من اعاده هيكلتها، وهو التوظيف الجيد وفق المؤهلات، وحصول ايضا الطلبه على المؤهلات بعد ما ان هم يوصلوا لدرجه علميه حقيقيه مش درجه علميه صوريه وما الى ذلك. طب نتحول لجريده الجمهوريه. الامام الاكبر ردا على المهاجمين، مناهج الازهر الشريف وسطيه ولا تخرج ارهابيين، حمله يتعرض لها الازهر الشريف اعتراض على بعض مناهجه. شيخ الازهر تحدث ان من قرا هذه المناهج يعني لم يتعمق فيها او اقتطع جزءا منها فقط، ولابد من مراجعه المناهج التي تقدم في اماكن اخرى وليس داخل الازهر الشريف. في الحقيقة هو يعني رسالة إلى معالي الإمام الأكبر شيخ الأزهر إن هو لابد أن يتم إصلاح العمل من داخل مؤسسة الأزهر نفسها. إحنا في ناس تابعين للأزهر، إحنا بنشوف هم بيطلعوا يعملوا إيه، وفي ناس بتخرج بتلتزم بالنصوص الدينية، وفي ناس بتجتهد اجتهادات شخصية بس لما بمجرد أنها بتشوف كاميرات أو مايقات إذاعية. ده ما ينفعش خالص. يعني ترى أن المشكلة مش في المناهج نفسها بقدر ما من بقدر يقوم بتدريس هذه المناهج هو كمان. يعني أنا أعتقد أن شيخ الأزهر ومؤسسة الأزهر دلوقتي بتحصل مراجعات كبيرة جدا للدعاء وبعض الناس اللي موجودين في مؤسسة الأزهر، لأن التعامل مع المواطنين، لما أقول أن أنا بتعامل كصحفي مع مواطن قد أكون سلوكياتي طيبة أو غير طيبة، لكن لما يكون إمام أو داعي بيتعامل مع المواطنين ده لازم يكون ليه معايير في طريقة الكلام وفي القبول مع الآخر حتى ولو كان مخطئ. يعني في سلوكيات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حطها لازم احنا نلتزم بها في هذه المؤسسة. الفجاجة لازم كمان يكون ليهم العائد المادي القوي، عشان ما نقدرش نشوف بعض المنسوبين أو بعض التابعين لهذه المؤسسة المرموقة يكونوا في نوع من هو قبول الصدقات أو الزكاة ليهم، بالنسبة لهم ده شيء غير مقبول إطلاقا. يعني ده إمام هيكون إمام لهذه المنطقة السكنية أو هذه المنطقة الشعبية، ده هيكون رسول
لرسالات سماوية كبيرة جدا ومهمة جدا هيقولها للناس، يعني هيتكلم في الدين الإسلامي، فلازم هيعرف الناس ان هم يدفعوا صدقات، ان هم يكونوا ملتزمين، الغني يدي الفقير، في رسائل كتيرة جدا، فلازم هو يكون على قدر من الاطمئنان والثقة، مش بيقول الكلام ده بس مجرد في خطبة وبعد كده تكون تصرفاته مغايرة في غير ذلك. ده على محور. المحور الثاني، في حملة طبعا ممنهجة، وإحنا عارفين مين بيقود هذه الحملة ضد الأزهر. الأزهر الآن يقف مع مصر في أمام تنظيم كبير جدا يهاجم الرسالة السماوية ويهاجم الصحابة ويهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا مش هنسيب الأزهر أبدا يقف لوحده. كل المسلمين، احنا الحمد لله عندنا في مصر ما فيش فكرة سنة وشيعة، لكن احنا ملتزمين بالسيرة النبوية، السيرة المحمدية، نحترم كل الصحابة، نرفض تماما التشكيك في أي فكر من أفكار الصحابة أو مهاجمة الصحابة في أي مذهب ديني ممكن يكون مخالف، وهو دلوقتي بيحاولوا يعملوا القضاء على الأزهر لأن هذا هو المنبر الوحيد اللي موجود في الوطن العربي المعتدل، يعني يعارض هذا الفكر، والحجة بالحجة والدين بالدين. فعشان كده لابد من نشر ثقافة الأزهر، نشر المناهج الأزهرية اللي موجودة في المدارس والجامعات. لكن يعني إيه الآليات التي لابد أن يعتمد عليها الأزهر في محاولات تجديد الخطاب الديني؟ تعاون بين الأزهر وبين وزارة الأوقاف أيضا، لكن دائما الأصوات الأخرى أعلى، سواء من يظهرون في الفضائيات، سواء التنظيمات الإرهابية التي لها فكر يؤثر على الشباب. ما هي الآليات التي يمكن من خلالها للأزهر أن يعود لمكانته، أن يكون صوته أعلى وأقوى من أي أصوات أخرى ربما تكون متطرفة إلى حد كبير؟ دائما مواجهة الفكر لابد أن يكون بالفكر. الأزهر عنده مجموعة من الشباب، أنا تصادفت مع بعض منهم. الشباب دول لما بيسافروا حتى بعض الدول العربية، حضرتك ما تقوليش أبدا ده شاب أزهري، ضاعت منهم الفكرة، أو مش مقيدين هم بفكرة الجلباب والعمامة وبتاع. لا، الراجل لابس لبس عادي جدا، بالعكس ممكن يكون سنيهات من كل الناس بتلبسها، له من اللباقة وملامح الوجه يعني اللي يخلي حضرتك تقبلي جدا طريقة كلامه، وبيتكلم في المناهج الأزهرية بشكل معتدل، بشكل اللي هو يحاكي هذا الزمن ويحاكي هذا الواقع اللي احنا بنشوفه. لكن ما نجيش دلوقتي في ظل محاربات وفي ظل ثقافة حقوق إنسان بنتكلم على احترام المرأة. الدين الإسلامي احترم المرأة أكثر، السيرة النبوية احترمت المرأة أكثر. نعم. يعني كل ما هو حاليا موجود من احترام للمرأة واحترام للأطفال والشباب ده كان موجود في الدين، لكن انت تقدر توصله ازاي؟ الأزهر لابد أن يتحدث أن النصوص والمعايير الدولية لحقوق الإنسان جميعها متوفرة في القرآن وفي السنة، بس وضح لي ده. نعم. اقنع الناس بده، لان ده لازم يكون يعني هو استخدام الاسلوب العصري لابد ان يتم بهذا الشكل. نتحول لجريدة اليوم السابع، الامن يتصدى للارهاب بالهرم، استهداف فندق بالشماريخ والخرطوش، والداخلية 15 شخصا هاجموا الفندق خلال وجود حافلة تقل سائحين من عرب 48 وضبط احدهم وملاحقة الاخرين. الجهود الامنية متواصلة لردع الارهابيين في كل مكان، يعني ما يعني للأسف الشديد هذا الهجوم، ومن فترة كان هناك هجوم ايضا في محافظة الجيزة، ربما احيانا ارهابيين وفي بعض في الاحيان الاخرى بلطجية. كيف تابعت هذه الواقعة وتعامل الامن معها؟ هو يعني احنا شايفين الامن بصراحة نشكرهم، نشكر رجال الامن سواء من رجال الشرطة او القوات المسلحة، كل ما بوزل في مصر خلال الفترة اللي فاتت ده شيء محمود جدا. مصر نجحت في دحر الارهاب بشكل قوي، ما يتبقى من عمليات دي عمليات نوعية بسيطة جدا، واعتقد انها غير مؤثرة، وغير مؤثرة ده بيرجع الى في الامن، الى وجود وتحقيق معايير في ان في امن متواجد، ان في مواجهة سريعة، ان في رد فعل على التصرفات اللي احنا بنقدر نشوفها. هذه الجماعة اذا كانت تستطيع الدخول الى منطقة الاهرامات السياحية لاحداث مثل هذا العمل الاجرامي كانت قدرت، لكن واضح انهم ما قدروش ابدا اختراق هذه المنطقة الواسعة من السياحة العالمية. استهدفوا احد الفنادق برضو ما قدروش يدخلوا الفندق، لكن كانت المواجهة من الطريق العام، وده اللي دايما وزارة الداخلية بتحرص عليه، وهو عدم كثافة التواجد في الشارع عشان إرهاب المواطنين أو أنه هو فرض السيطرة الأمنية. لو حضرتك جيتي قلتي بعض الناس بتتكلم إيه ده الأمن موجود في كل حتة، لا ده في حاجة في المنطقة دي إحنا هنسيب السكن ده طبعا ده فكر أمني، أنه هو التواجد لابد أن يكون
بشكل إيجابي جدا وفعال ومنتشر ولكن غير ظاهر للمجموعة، وده اللي احنا قدرنا نشوفه عند فندق الأهرامات. طبعا الحادث ده حادث ما أسفرش عن حاجات كتيرة وتم مواجهته بشكل قوي، وكان في إطار نجاحات الأمن قدر يعملها. احنا كان عندنا تهديدات كبيرة جدا في أعياد رأس السنة مرت بسلام، وفي أعياد السنة الهجرية أيضا مرت بسلام، وفي أعياد المسيحيين المصريين وأيضا مرت بسلام. في الفترة دي احنا كنا بنشوف أحداث إرهابية متزامنة وكانت بتحصل في توقيتات معينة، وكنا بنقول طب ما الأمن عارف ليه ما بيواجهش، لكن شكرا لرجال الأمن المصري إن هم قدروا يحققوا كل هذه الحرب مع الإرهاب. وأيضا على المستوى الآخر النجاحات اللي عملها الأمن على المستوى الجنائي ليس السياسي فقط، شفنا وزارة الداخلية لما أعلنت على آلاف القضايا سواء في قضايا التموين أو ضبط البلطجية والسلاح وجرائم النفس وما إلى ذلك. أعتقد أنهم عملوا أعمال إيجابية كتيرة جدا في 2015 وقدموا تضحيات كتيرة جدا في 2015 من شهداء ومصابين. شكرا للأمن المصري، ولابد أن يعود التلاحم والاصطفاف صف واحد ما بين المواطن المصري والشرطة المصرية ورجال القوات المسلحة. نعم. يعني جريدة الأهرام دعم مصر يختار مرشحيه لرئاسة البرلمان والوكيلين غدا، مصطفى بكري سأترشح لوكالة المجلس ولجنة جديدة للتواصل بين الحكومة والنواب، ننتظر جميعا يوم الأحد الجلسة الإجرائية لمجلس الشعب. ويعني كما نقرأ في الخبر مصطفى بكري سترشح لوكالة المجلس وهناك لجنة للتواصل بين الحكومة والنواب. يعني بعيدا عن فكرة الترشح أنا ماليش علاقة بأشخاص، لكن احنا ننتظر الإعلان عن هذا الاستحقاق الثالث لثورة 30 يونيو بظهور البرلمان المصري. أتمنى أن كل المرشحين والمعينين في هذا البرلمان يكونوا على قدر من المسؤولية بمناصبهم الجديدة، ليس فقط من أجل اكتساب مصالح شخصية، العمل لابد أن يكون في الاصطفاف مع الحكومة. ما أعتقدش يعني إيه لجنة التواصل بين الحكومة والبرلمان، المفروض أن هم يكونوا متواصلين وعارفين هم أصلا كل واحد دوره إيه. أنا مش داخل البرلمان عشان أعترض على الحكومة فقط، لكن أنا بكمل إجراءات حكومية، أنا واقف مع الحكومة في برنامجها، أنا بدعم الحكومة وفق مفهوم شعبي، أنا بنقل ثقافة شعبي إلى حكومة وبنقل إجراءات حكومة إلى شعب، ولكن دوري فهو المفروض يكون هو حلقة الوصل أصلا ما بين الشعب والجهاز الحكومي، وأيضا يكون داعم للحكومة. أما من سيترشح للوكالة، ما يعنينا إن هو في الجلسة الأولى هتنتهي جميع التعيينات والترشحات لكل اللجان، وإحنا هنتابع ده. أتمنى من المصريين عدم الاهتمام بقى بكواليس هذا البرلمان، وإحنا بنحب يعني شوية كده، في ناس بتحب النميمة السياسية، يعني بعيدا عن النميمة السياسية خلينا نتكلم في الاهتمام بدور البرلمان في هذه المرحلة، دوره المهم في التشريعات والقوانين، وأشياء كثيرة كانت تنتظر وجود هذه المرحلة الثالثة من خارطة الطريق. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أيمن فاروق الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام على هذه الرؤية التحليلية. شكرا لتواجدك معنا ومشاهدينا، كده نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم من هذا الصباح، غدا بتلتقون مع فريق عمل جديد، فإلى اللقاء.